يقول: هل الأفضل البقاء في مكة والصلاة في الحرم والتعبد فيه، أم الخروج منها فرارا من فتنة النساء؟ البقاء في الحرم والتعبد فيه فيه أجر عظيم، وفتنة النساء الحمد لله عندك غض البصر، تغض بصرك وتتجنب الاختلاط والزحام، إلا شيئا لا تقدر عليه فإنك لا تؤاخذ، الشيء اللي ما تقدر عليه لا تؤاخذ عليه. أما إذا تعمدت الزحام وتعمدت النظر إلى النساء فحينئذ هذا من الإلحاد في الحرم.